اهلا وسهلا بالعزاز كيف ديما. جيتكم بشهيوة من بلادنا الكريمة، هي شهيوة ولكن على شكل وليمة، وإلا خفات عليك سول غير مميمة. شهيوة مهورة ومعروفة عند كبار وبساطة، كتحتاج غير شي توابل وفلافل ولا بطاطا وقزبور ومعدنوس وشامبينيون البواطة، هو السردين حبيب الكل في الفران ولا في اللاطة. كيف ما قلت لكم الشهيوة ديال اليوم لاطة مميزة. كناخذ المقله ديالنا كنشعلوا عليها، بعد ما سخنات كنديروا فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون، بسم الله على بركه الله، ما نكثروش الزيت بزاف لانه السردين اللي غادي نديروا اليوم غني بالاوميغا 3. غادي نديروا واحد شويه ديال الفلفله، شويه ديال الفلفله خضراء، نحاولوا نشحروهم واحد شويه، غادي نديروا القليل من الشامبينيون ديال البواطه، غادي نديروا معاه واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه، ونخلطوا الخليط ديالنا وغنتبلوها بالملحة والبزار. بعد ما دبلات واحد شوية غادي نديرو لها عصير ديال الحامض. غادي نقصو عليها البوطة ونخليوها تدبل واحد شوية. وسيداتي أنستي سادتي، دابا غنستعمل واحد الماعون اللي رمز من رموز أواني المغربية اللي هو المهراز. داكشي باش اليوم قررنا نكرموا هذا الماعون اللي هو رمز من الرموز ديال البلاد. الوغ كناخذوا المهراز ديالنا كنديروا فيه ثلاثه ديال التويمات، واحد شويه ديال المعدنوس وريقات ديال الازير، وكناخذوا سكينجبير حي، كناخذوا هنا واحد شويه ديال القشره ديال الحامض خضر، كناخذوا واحد شويه ديال الحامض مصير، كناخذوا غير ديك لابول، وكنديروا التوابل ديالنا، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، تحميره ضروريه. غادي نزيدو واحد شويه ديال الزعتره، كنديرو شويه ديال الملح الخشنه، وكناخدو شويه ديال الزيت. هاد الشرموله سوف ندكوها دكا. من بعد ما وجدت الشرموله ديالنا كنحطوها ابار، كناخدو الشعريه الشينوا ديالنا ولا لو فيرميسيل شينوا، غادي ناخدو واحد المقص وغادي نقطعوه، كناخدو واحد الاناء وكنحطو الشعريه الشينوا ديالنا هنا. هاد القيله ديالنا ملي تحمرات ودبلات غادي نزيدو عليها طماطم فخيتو، كندير واحد 4 ديال المعلقات باش كتزي من السما، كنحركوها وكنخليوها تعلق وكنطفيو المقله ديالنا. من بعد ما درنا الشعريه الشينوا ديالنا هنا نسموها بواحد شويه ديال العطريه، كندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، كنضيفو الزيتون ديالنا مقطع، وكنديرو المعدنوس ديالنا، وكناخذوا هذه الحشوه ديالنا كنزيدوها على هذا الخليط، كناخذوا واحد شويه من هذا الشرموله ديالنا نخلطوا الحشوه ديالنا، كناخذوا المقله ديالنا، انا اختاريت هذه المقله مغربيه، محروقه شويه وفيها الكحوله، ولكن هذه المقله عندها تاريخ في المطابخ الامهات ديالنا، كطيب فيها الحرشه والبطبوط والخبز والحلوى حرشه، وممكن نديروا فيها المسمن، ثقيله ومنتوج مغربي حقيقي 100%. غادي ناخذوا شويه ديال زيت الزيتون وغادي ندهنوا المقيله ديالنا، غادي ناخذوا شويه ديال الفينو وغادي نديروه بهذه الطريقه، غادي نحاولوا نحربلوه وندردروه في المقله ديالنا. هنا غادي نبداو نحطوا السريديلات ديالنا بهذه الطريقه، ارى لك الفن والرونق ديال التستاف. بعد ما فرشنا غادي نجيبوا الشرموله ديالنا اللي دقينا في المهراز، غادي ناخذوا هاد الحشوه ديالنا ونبداو انستاليوه في البنيه التحتيه الداخليه. انا درتها لاطا كبيره حاج عيني كبيره، من بعد ما صوبناها بهذه الطريقه دابا غادي نبداو نلمطوا، غادي نبداو نسدوا هاد الجوانب ديالنا بهذه الطريقه. من بعد ما صوبناها كناخذوا الشرموله باش نسمو هذوك السريديلات، غادي ناخذوا شويه ديال السميده خفيفه، اللاطه ديالنا وجدات، غادي نصيفطوها للفران. تابعوني. من بعد ما حسينا بها كملت الطياب، تابعوني غادي نمشيو نجيبوا لاطتنا. واو، دابا نقلبوا اللاطه ديالنا. اللهم صل عليك سيدي رسول الله، واحد الرونق. هذه خصها حويمضات وعشيبات باش نديكوريوها، شويه ديال القزبر ومعدنوس. غادي ناخذوا الحامض،
نديرو ديكوراج. هاد الشهيوة من الأحسن تكال سخونة، الطريقة المغربية كتجي هائلة، خصوصا في مجمع الحباب والعائلة، خصوصا مع المميمة المرأة الحادقة المغربية، المعلمة ديالي والمعلمة ديالكم انت وانتيا. اه انتي مي مولات الشوار والدار بك باهية، اليوم جيت نقدم لك كل تقدير وألف تحية. ايوا سيدنا بالصحة فطوركم. كان معكم الشيف سيمو كيف القاعدة، تسنونا في أحلى رمضان وشهيوة جديدة.